أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استهداف ميليشيا الحوثي لمخازن الغذاء في محافظة الحديدة. اتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح ميليشيا الحوثي بزراعة ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة. فتح دعا في تصريح لوكالة سبا الرسمية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة هذا التصرف الذي يهدف إلى حرمان الشعب من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف كافة الأعمال التي تقوم بها الميليشيا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار استهداف مخازن الغذاء على الوضع الإنساني، وموقف ودور الأمم المتحدة من زراعة الميليشيا للألغام والعبوات الناسفة في مخازن الغذاء. نتابع التقرير وإياكم ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. عداد الانتهاكات في مدينة الحديدة يواصل الارتفاع على يد ميليشيا الحوثي، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني. أسابيع على البيان المشترك لمنسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في الأمم المتحدة مارك لوكوك والمبعوث الأممي جريفيت، الذي حذر من استمرار إغلاق صوامع وغلال البحر الأحمر وقطع طرق الوصول إليها، الأمر الذي قد يتسبب بتلف مخزون حبوب القمح فيها وزيادة المعاناة الإنسانية في البلاد. هذا البيان لم يحد من تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الجانب الإغاثي، فقد اتهم رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح ميليشيا الحوثي بزراعة الألغام والعبوات الناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمة الأممية في محافظة الحديدة. فتح دعا الأمم المتحدة إلى إدانة التصرفات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في الحديدة والتي تهدف إلى حرمان الملايين من المواطنين من المساعدات الإغاثية، ودعا فتح إلى الوقوف الجاد أمام هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف انتهاكات الميليشيا التي تستهدف الأعمال الإنسانية والإغاثية في الحديدة بشكل خاص وباقي المحافظات اليمنية بشكل عام. ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيا الحوثي على استهداف المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، فقد سبق وأن استهدفت شحنة مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى المخازن التابعة للأمم المتحدة، كما تسببت بتوقف صوامع وغلال البحر الأحمر والسيطرة على مخازنها منذ بداية المعارك في المدينة. وأمام استمرار كل هذه الانتهاكات بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي، يستمر صمت المجتمع الدولي تجاهها، وما بين هذه الانتهاكات المستمرة وهذا الصمت الدولي يقف الشعب اليمني على حافة الجوع في انتظار انتهاء سنينه العجاف من الحرب. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا، رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. إذن بداية دعنا أمام ما قال عليه رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح على أنه زراعة ألغام من قبل ميليشيا الحوثي في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، ما هو الموقف من مثل هكذا فعل من قبل الميليشيا؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. وما أريد التأكيد عليه بأنه هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيه الحكومة الشرعية ميليشيات جماعة الحوثي بزراعة الألغام سواء في مخازن الغذاء أو الحبوب في مدينة الحديدة والتي تستخدم لتخزين الأغذية. اليوم حقيقة نحن مطالب اليوم المنظمات الدولية وخاصة المبعوث الأممي المسؤول والمهتم بمراقبة اتفاقية الحديدة عليهم اليوم أن يتخذوا موقف واضح، سواء هذا الموقف يحدد ادعاءات الحكومة الشرعية سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. يجب أن تكون هنالك إشارات واضحة، يجب أن يكون هنالك اتهامات واضحة بهذا الصدد، لأن هذا الفعل لا يمكن السكوت عنه، لأن اليوم الأزمة الإنسانية في حقيقة الأمر أصبحت تشكل أولوية وأصبحت تشكل عنوان عريض. ولا أكون مبالغا إذا ما قلت بأن اليوم الأزمة اليمنية
اختزلت كلها في طريق الغذاء ومخازن الغذاء والأزمة الإنسانية في اليمن، والأزمة الإنسانية اليوم اختزلت في الحديدة، والحديدة اختزلت في صوامع الغذاء والحبوب في اليمن. يعني يجب أن يحال المتسببين في هذه الجرائم إلى القضاء، أو إلى على الأقل يكون هنالك موقف من جريفيث والأمم المتحدة. طيب دعنا يعني نأخذ معلومات أكثر حول ما الذي تقوم به ميليشيات الحوثي من وجهة نظر الحكومة أو وجهة نظر اللجنة العليا للإغاثة. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة السيد جمال بالفقيه. سيد بالفقيه، يعني هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل أكثر عن طبيعة ما الذي قامت به ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بمخازن الغذاء في الحديدة وبشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الانتهاكات الحوثية مستمرة بانتهاكات وقرصنة الغاسات من فترة طويلة، وهذا دليل واضح أن المنظمة الدولية عدم الإدانة الصريحة وأما إجراءات شيات، هذا جعلها تتمادى في عملية الانتهاكات المستمرة. طبعا في صوامع الغلال من سبتمبر من 2018 هي بدأت عملية أولا يعني حرق الغاثة حوالي 50,000 طن من القمح، ولم تسمح المنظمة الدولية للوصول إلى هذه الصوامع الغلال لإنقاذها. واليوم بدأت انتهاكات مستمرة، وبدأت يعني كثير من الأشياء التي هي دائما يعني عملية إعاقة العمل الإنساني الغاثي لإيصالها للمواطنين، وكذلك انتهاكات في كل الحال في المناطق المحررة، حتى في المنطقة التحيطة تم في قذف الملهاون، وكذلك باستمرارية الانتهاكات على المواطنين، فلم يتلقوا أي أمان ولم نلاقي أي إدانة صريحة من المنظمة الدولية والأمم المتحدة بما تقوم هذه الميليشيات. طيب هل حدث تلغيم ووضع عبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة؟ ايوه، تم تلغيمها تم تلغيمها، وتم تفجير غاسات سابقه في مارد، حوالي 4 قطرات تم تفجيرها عمل انساني الغاثي. وطبعا هذه الاعمال تقوم بتلغيمها والانتهاكات المستمره هذه بعمل منظم، يعني بانتهاكات صريحه، وكذلك يعني لم يلتزم باتفاقيه السويد الذي تنص انسحابها للمواني، وكذلك انت تعرف. نعم سيد الفقي، أسمعك بشكل واضح. أسمعك. نعم. معك. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد جمال. أعود إلى ضيف الآخر رئيس مؤسسة سامد للحقوق والحريات سيد توفيق الحميدي. سمعت ما تفضل به السيد بالفقيه من أعمال التي تقوم بها الميليشيات بحسب ما يتحدث فيه. أنت تتحدث على أن لا يمكن اختزال الوضع الإنساني فقط في الحديدة، ومن ثم اختزال الوضع في الحديدة أيضا بمخازن الغذاء التابعة للمنظمات الدولية. ما الذي يعني كيف يمكن التعامل مع المأساة الإنسانية إذن؟ كيف يمكن تحريك أو وضع زخم أكبر لإدارة الملف الإنساني بشكل أفضل في اليمن؟ اليمنية اختزلت بشكل أساسي في الحديدة، والحديدة بشكل أساسي اختزلت في صوامع الغذاء، بمعنى أن اليوم المجتمع الدولي أصبح يرى إلى أن الاستقرار وإعادة الانتشار في الحديدة والسيطرة على مخازن الغذاء في اليمن بحيث تصبح تحت سيطرة أو إدارة الأمم المتحدة سيشكل مدخل أساسي من أجل حلحلة الوضع الإنساني. الوضع الإنساني اليوم في اليمن يثير كثير من اللغط لأسباب متعددة، من ضمن هذه الأسباب أن هنالك كما تكشف في نهاية عام 2018 هنالك سرقات لهذه الأغذية يتم توزيعها من قبل جماعة الحوثي ويتم بها رفض الجبهات. لا يوجد هنالك شفافية واضحة في استيعاب الملائحة التي تقدم إلى اليمن، أخذ الملائحة التي قدمها اليمن
10 وكثير من النشطاء، كثير من المهتمين بدأوا يتساءلون عن مصير المنح التي قدمت في العام الماضي والتي بلغت أيضا رقما مشابها أو أكبر من ذلك، وكان هنالك وضوح بأن ما يقارب من 40% إلى 50% من هذا الرقم يذهب كرواتب للمنظمات الدولية، وبالإضافة إلى يعني أجور إيجار لنقل للسفن للشاحنات، إضافة إلى أجور تأمين إلى غير ذلك، وبالتالي هنالك عدم شفافية، ويعتقد كثير بأن هذه المنح لا تصب، إضافة إلى سعر الوجبات الغذائية العالية، بمعنى عندما تحدثت اليونيسف بأن وجبة الفول في اليمن يصل سعرها إلى 68 دولار، وهو رقم يعني كبير جدا بالنسبة مقارنة لمستوى المعيشة في اليمن، هذا يجعل هنالك مجموعة من التساؤلات، يجب أن يعاد إعادة النظر بشكل عام في استراتيجية إدارة الأزمة الإنسانية في اليمن، وأعتقد بأنه الاعتماد على منظمات يمنية شفافة ونظيفة تعتمد المعايير العليا سيخفف كثير من هذه المساعدة، ويجب أيضا الضغط على الأطراف لتذليل كثير من الصعاب خاصة من طرف الحوثي الذي أدين بصورة واضحة من قبل برنامج الأغذية العالمي بسرقة هذه الأغذية. ما لم فأنا أعتقد أن الأمور ستكون معقدة وربما لن يغير شيء، لأنه هنالك مساعدات كبيرة، لكن يبدو أن عملية الاستيعاب ضعيفة أو غير مجدية، خاصة وأن الأرقام لم تتغير بحسب الإحصائيات التي تصدرها الأمم المتحدة. رغم تفضل بالبقاء معنا مرة أخرى سيد توفيق الحميدي، أعود إليك أستاذ جمال بلفقيه، كيف تقيمون أنتم كحكومة كلجنة عليا للإغاثة موقف الأمم المتحدة في سياق هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بخصوص سواء صوامع الغذاء أو بخصوص نهب المساعدات الإنسانية كما صرحتم في كثير من الأحيان؟ هي مستمرة دائما بالانتهاكات والقرصنة الغاثات من فترة طويلة، وهذا دليل واضح أن المنظمات الدولية عدم الإدانة الصريحة وأمر إجراءات شيات، هذا جعلها تتمادى في عملية الانتهاكات المستمرة. طبعا في صوامع الغلال من سبتمبر من 2018 هي بدأت عملية أول يعني حرق الغاثة حوالي 50,000 طن من القمح، ولم تسمح المنظمة الدولية للوصول إلى هذه الصوامع الغلال لإنجازها. واليوم بدأت انتهاكات مستمرة، وبدأت يعني كثير من الأشياء التي هي دائما يعني عملية إعاقة العمل الإنساني الغاثي لإيصالها للمواطنين، وكذلك انتهاكات في كل الحال في المناطق المتحررة، حتى في المنطقة التحيتة في قذف الملهاون، وكذلك باستمرارية الانتهاكات عن المواطنين، فلم يتلقوا أي أمان ولم نلاقي أي إدانة صريحة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة بما تقوم هذه الميليشيات. طيب في هذا السياق، هل أنتم يعني كيف يمكن أن يصعد هذا الأمر بالنسبة للحكومة؟ ما هي الخيارات التي لديها أمام هذا ما يمكن أن يفهم منه أنه صمت من قبل المنظمة الأممية تجاه هذه التجاوزات؟ سابقة في حوافي ما تبع حوالي 4 قطرات تم تفجيرها عمل إنساني الغاثي، وطبعا هذه الأعمال التي تقوم بتلغيمها والانتهاكات المستمرة هذه بعمل منظم، يعني بانتهاكات صريحة، وكذلك يعني لم يلتزم باتفاقية السويد التي تنص انسحابها للمواني، وكذلك انت الو اسمعك بشكل واضح سيد بلفقيه. ايوه معك. طيب في سياق يعني اخر، هل تقدمت الحكومة، لأن هناك الكثير ممن يتحدث على أنه إلى الآن ليس هناك برنامج متكامل تقدمه الحكومة عبر الوزارات المعنية في سياق إقناع المانحين الدوليين بالتعامل مباشرة مع منظمات يمنية أو عبر الحكومة حتى لإيصال المساعدات الغذائية أو إيصال المنح المالية التي يتبرع بها المانحون في مؤتمر مثل مؤتمر استجابة الخطة الإنسانية الذي أقيم في جنيف؟ سيد بلفقيه،
يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد جمال بالفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. أعود إليك أستاذ توفيق بسؤال مشابه، يعني لماذا إلى الآن المانحين لم يقتنعوا بالجهات المحلية لإيصال المساعدات ويعتمدون لا زالوا على المنظمات الأممية التي يبدو أن لديها يعني تكاليف تشغيل عالية في نهاية المطاف؟ وللأسف الشديد الحكومة اليمنية يعني لا يوجد لا يعني الثقة فيها مهزوزة من قبل المجتمع الدولي لأسباب سواء كانت تاريخية أو آنية. كثير من الأخبار والمواقع الإخبارية تحدثت عن فساد حتى بموظفين داخل اللجنة الإغاثة الحكومية، وبالتالي لا يمكن اليوم أن نعول كثيرا على الحكومة الشرعية، خاصة وأن هذه المنظمات الدولية والعالم الغربي بشكل عام يعتمد بالدرجة الأساسية على منظمات المجتمع المدني أو المجتمع الموازي الذي يكون الحكومة الشرعية. أيضا الأمر الآخر أنه على المنظمات المحلية اليمنية أن ترفع من كفاءتها، بمعنى إعادة يجب أن يعاد النظر في هيكلة كثير من هذه المنظمات، يجب أن يعاد النظر في آلية عملها، لكن هذا لا يبرر أيضا أن هذه المنظمات غير قادرة. لا، أثبتت التجارب أو خلال الحرب أن كثير من المنظمات الدولية اليمنية قادرة على استيعاب هذه المساعدات، قادرة أن تصل إلى المواطن بصورة مباشرة وبتكاليف أكبر، لكن يبدو أن هنالك حلقة وصل ربما مفقودة للأسف الشديد في الترويج لهذه المنظمات، حتى أن الحكومة الشرعية يعني لا تقوم بواجبها ولا تريد لهذه المنظمات أن تتصدر المشهد الحقيقي، وتريد الأمور أن تأتي عبرها بالدرجة الأساسية، إضافة إلى أنه ربما المنظمات الدولية تريد هي أن توجد في اليمن لأسباب متعددة، لديها رواتب، لديها موظفين، لديها خطة إنسانية، وهذا المال متوفر من خلال المنح الراشدة، وإذا وجدت المجتمعات اليمنية تكون كمجتمعات أو كمنظمات عاملة من الباطن، لكن بالدرجة الأساسية المنظمات اليمنية اليوم بحاجة إلى الترويج، بحاجة إلى تعزيز الثقة، بحاجة إلى أنه الحكومة اليمنية يجب أن تقدم هذه المنظمات بصورة مباشرة، ويجب أن تعمل بصورة قوية على تأهيلها وإعادة هيكلها، ترفيدها بالخبراء، بحيث تكون مجتمعات أو منظمات موازية موجودة في الميدان قادرة على أن تستوعب هذه المساعدات، بل عليها أن تحضر يعني مؤتمرات المانحين التي تعقد في الخارج، عليها أن تشترك مع منظمات كبيرة بحيث تقوم بتأهيلها بصورة كبيرة. أعود إلى سيد جمال بالفقيه الذي يعود إلينا أو أعدنا الاتصال فيه. سيد بالفقيه، قبل أيام كان هناك بالتزامن مع مؤتمر جنيف الخاص باليمن الذي نظمته الأمم المتحدة مع السويد وسويسرا، كان هناك مؤتمر لدعم الأردن في بريطانيا، جمع هذا المؤتمر 3.6 مليار دولار، بينما الوضع الإنساني يعرف على أنه في اليمن على أنه أكبر كارثة إنسانية في العالم تواجه العالم اليوم، ومع ذلك المانحين لم يقدموا سوى 2.6 مليار دولار. هذا يشي إلى أن هناك إمكانية إذا ما قامت الحكومة هي من ذاتها بجهود تجاه الأزمة الإنسانية أن المانحين قد يتعاونوا بشكل أكبر، لكن لماذا لا نجد خطة مثلا من اللجنة العليا للإغاثة كأكبر جهة يمكن أن تهتم بهذا المجال لتنظيم مؤتمر مشابه؟ لماذا الاعتماد على الأمم المتحدة؟ طبعا في الحقيقة هي اللجنة العليا للإغاثة هي تقوم بجهود كبيرة في عملية التنسيق في العمل الإنساني والإغاثي، إن قد تكون في بعض القصور بسبب أنه لا توجد الإمكانات الكافية في عمل مثل هذه المؤتمرات وعمل عملية. ألو، يبدو هناك خلل بالاتصال مع سيد جمال بالفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. على كل حال أعود إليك أستاذ توفيق، يعني هل ترى أن هناك مفارقة فعلا بطريقة تعامل المجتمع الدول الكبرى أيضا مع الملف في اليمن في نهاية المطاف؟ يعني هناك كثيرون قالوا زاد حجم الاحتياج الإنساني، مع ذلك الاستجابة خلال المؤتمر الماضي كانت قليلة، إلى ما ترجع ذلك برأيك؟ كان هنالك في الفترة الماضية اتهامات بصورة مباشرة للمنظمات الدولية بأنها لم تستوعب
من المنح التي تقدم إلى اليمن إلا أقل من 50%. كان هنالك اتهام مباشر من المملكة العربية السعودية لهذه المنظمات، والجميع يعلم بأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هما أكبر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وربما هذا انعكس بصورة غير مباشرة حول ثقة هذه الدول المانحة بالمنظمات الدولية. وبالتالي أنا كما قلت لك هناك إشكالية في الثقة اليوم الموجودة، سواء اليوم الثقة أصبحت هذه الثقة مضروبة أو ضعيفة، سواء الثقة في الحكومة اليمنية أو الثقة حتى في المنظمات الدولية، بمعنى أن برنامج الإغاثة العالمي لم يصدر بأنه سرقة الإغاثة إلا في نهاية عام 2018، وهذه السرقات كان هنالك حديث وهنالك رصد بالمنظمات محلية منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف، يتحدثون عن قرصنة لهذه الإغاثة، هنالك سرقة، هنالك عن ذهابها إلى الجبهات، هنالك حول ذهابها إلى الأسواق السوداء والإثراء غير المشروع فيها. وبالتالي اليوم الأطراف الموجودة في اليمن للأسف الشديد أصبحت محل طعن من جميع الأطراف، وبالتالي المجتمع الدولي ربما لا يريد أن يجازف بصورة كبيرة بهذا الشكل. وبالتالي اليوم اليمن بحاجة إلى إعادة النظر، بحاجة كما قلت أنت بنفسك، يجب أن تكون هنالك خطة إنسانية جديدة، يجب أن نخلق أدوات نظيفة نقدمها للمجتمع الدولي بإمكانه أن يمنح الثقة، يجب أن يكون هنالك ملفات جديدة قادرة على إقناع المجتمع الدولي ولو بعيدا عن الأمم المتحدة إلى غير ذلك. وبالتالي هذا أمر في غاية الأهمية. اليوم الثقة الموجودة في اليمن أثرت بصورة كبيرة على الواقع اليمني وعلى حجم المساعدات التي بإمكانها أن تصل اليمني، لأنه هنالك قطاعات حقيقية لم يصل إليها المساعدات، يعني قطاع المستشفيات، قطاع الصحة، قطاع الرواتب. يعني لو هذه المنح اليوم عزت بها جزء من قطاع الرواتب، لأن كثير من الأزمة الإنسانية اليوم في اليمن مرتبطة أيضا بقطاع الرواتب وتوقيفها، لو وصلت أو وصل جزء من هذه واستطاعت الحكومة اليمنية أن تقنع الدول المانحة بأن هذا القطاع أو سده سيخفف كثير من المعاناة الإنسانية، أعتقد بأن هذا الأمر سيكون محمودا. لكن يبدو أن هنالك ضبابية لا في طريقة التعامل، في طريقة العمل، في أدوات الاستيعاب إلى غير ذلك. أشكرك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.